أكد اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، قائد الحرس الملكي البحريني، أكد التقدم الهائل في قطاع الدفاع العسكري البارز بشكل واضح خلال معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع الذي يحظى بدعم ورعاية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي والخبرات في الحلول التكنولوجية الحديثة هي من أبرز المواضيع المطروحة خلال هذا العام. جاء ذلك خلال مشاركة سموه في مؤتمر الشرق الأوسط للتكنولوجيا العسكرية والمقام ضمن مؤتمر ومعرض البحرين الدولي للدفاع. وأضاف سموه أن هذا المؤتمر يأتي في وقت صعب تمر فيه منطقة الشرق الأوسط، ويؤكد تميزه في شمولية الطرح والموضوعية في الحديث عن الواقع واستشراف المستقبل، وتطرقه إلى القضايا التقنية والرؤية الاستراتيجية الحديثة لقطاع الدفاع الدولي بحضور رفيع من صناع القرار والمسؤولين والخبراء في هذا المجال. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا المؤتمر يأتي بمشاركة دولية واسعة من 60 دولة حول العالم، وبمشاركة أكثر من 200 شركة رائدة في مجال الدفاع، حيث تترجم هذه الأعداد الحيوية هذا القطاع والفرص المتواجدة الكبيرة خلاله وأهميته كمنصة فريدة للمسؤولين والخبراء والشركات لتشارك وجهات النظر وعقد المشاورات وتوسعة نطاق التعاون.